شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم التوقيع بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم على بروتوكول تعاون في مجال تنظيم المسابقات الثقافية البحثية، كذلك بروتوكول إنابة الهيئة العامة للأبنية التعليمية في تنفيذ إنشاء مبانٍ تعليمية بالتنسيق والتعاون بين الوزارتين. يأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني في تصحيح المفاهيم الخاطئة والمتعلقة بالدين وزيادة الوعي الديني، خاصة في قطاع الناشئين والعمل على بناء الشخصية الوطنية، فضلا عن تشكيل الوعي الديني والوطني وترسيخ القيم لدى الطلاب.